بسم الله. في سؤال بيقول ازاي اقدر اخد صورة للشاشة الكمبيوتر اللي عندي؟ في كذا طريقة، ممكن من خلال ان انا ادوس زرار برينت سكرين، ده موجود على في المفاتيح جنب الارقام، بقول له برينت سكرين وبفتح برنامج البنت وبقول له كنترول في، تمام. فالصورة اللي اتاخدت بيحطها عندي هنا. طيب في حاجة كمان، إن أنا لو عايز آخد الشاشة المفعلة بس، يعني أنا عندي كذا شاشة مفتوحة وعايز حاجة مفعلة، عايز آخد دي مثلا، بدوس ألت برنت سكرين وأجي هنا أدوس تراجع أقول له كنترول في، بياخد لي الشاشة المفعلة بس، تمام. طيب في إيه تاني؟ في برنامج الويندوز بلاقي برضو سنابينج تول، ده بيعمل إيه؟ بقول له نيو وببدأ آخد مثلا جزء زي دوت، بعد كده بقول له مثلا عايز أعمل هايلايت عليه أو عايز أعمل بعض الخطوط عليه، وبعد كده بقول له سيف، تمام. بيروح مسيف لي السنابنج تول. وممكن هنا بعد ما تسيبه تقدر تفتحه هنا في برنامج البنت، وتقدر تعمل اي تكست انت عايزه، تقدر تدي الوان، تقدر تدي اشكال، تعمل اي شكل انت عايزه برنامج البنت اللي بيجي مع الويندوز عادي، مش لازم تسطب اي برنامج. بعد كده تقول له سيف از، سواء بي ان جي او جي بي جي او بي ام بي او جي اي اف او اي امتداد اخر.